مرحبا بك على قناة أخبار الفجر المغربية. تم الخريط داخل النادي القيطري. ماذا حدث في الجمع العام الأخير؟ بالنسبة للسؤال ديالك، ماذا حدث في الجمع العام؟ الجمع العام الأخير اللي غادي نسميه بالجمع العام المسرحية، والمسرحية السيئة الإخراج ما بين الرئيس اللي ما غاديش نسميه الرئيس السابق اللي ولا معروف، يعني واحد غادي يبقى تابعاه الى طول حياته، اللي هو اسقاط النادي الرياضي القنيطري الى الهوات، وهذه غتبقى وصمه عار على الجابين ديالو وعلى الناس اللي كانوا معاه في المكتب. الجمع العام الاخير هو جمع عام كيف ما قلت لك هزلي ومسرحيه سيئه الاخراج ما بين الرئيس وما بين المنخرطين المعروفين والمعدودين على رؤوس الاصابع، اللي كل عام كيديو رئيس كيجيبو رئيس. هذاك الجمع العام جمع غير قانوني، لان كنت فيه بزاف الخروقات، وانا ومجموعه من الاخوان راه قمنا بالمساطير القانونيه اللي خصها الدار، رغم انه كان ماشي من حقنا نصوتو. اولا ما توصلناش بالدعوات ديال الحضور الجمع العام، وتوصلوا بالتقرير المالي والادبي في الاجل القانونيه المحدده قانونا، راه كلشي كيعرفها. ثانيا يعني هذاك الشيء اللي شفنا في التقرير المالي اللي هو فيه جوج فترات، اللي هي نورمالمون سنه رياضيه واحده، ما بين الفتره ديال نور الدين الحلوي وما بين هذا الرئيس السي علي الرماش. غنعاود نقول السي علي الرماش كشخص كنحترمه، ولكن كرئيس كنتمنى انه ما يتذكرش في التاريخ ديال نادي الرياضه القنيطري. كيف يعقل ان هذه الفتره هذه تسيرات بواحد تقريبا بواحد مليار ونص في الشهر، مليار و700 تقريبا ثاني في الفتره ديال من كنظن من لوموانسات حتى لو 36 ديال لوموانسات ديال 2020 حتى لو 36 ديال 2021. الكارثه الكبرى هو ان هذا التقرير المالي ما كانش فيه التوقيع ديال امين المال ولا الرئيس المستقيل، وهذا شيء خطير. ليكسبير كونطابل لي فاليدي عليهم داك الشيء، بزاف الخروقات شفناها. حنا غنقوموا بالاجراءات القانونيه ديالنا اللي كيكفل لنا القانون، باش اننا غنطعنوا وغنديروا المجهود ديالنا باش نوقفوا هذا النزيف ونوقفوا هاد الناس عند الحد ديالهم، لان هذا المال العام ما يمكنش نسكتوا على التلاعب في المال العام، ونسكتوا على التلاعب باسم فريق كبير اللي هو النادي الرياضي القنيطري الغني عن التعريف والمحبوب من طرف الجميع. هشام، كانت هناك عدة منخرطين ما وافقوش على التقرير المالي، ولكن في الأخير كنشوفو كيوافقو على الاستقالة ديال الرئيس، ما كاينش تضارب في هاد النقطة هادي. أنا شفتها وعجبت لك مسرحية سيئة الإخراج، لأنه الأخبار اللي كانت توصلنا بها هو أنه قبل الجمع العام كانت شي جلسة في الرباط أو تمارة ما بين هاد المنخرطين وما بين أعضاء اللي كانوا سواء في اللجنة معاه، لأن ربما هو كان رئيس لجنة، وهذه ما كيروجوا هما، ولكن هو تيقول أنا رئيس شرعي، يعني رئيس مكتب، يعني وسط الإذاعة ديال رئيس مكتب نادي الرياضي القنيطري، هو ليس برئيس لجنة مؤقتة. نورمالمون هو في الجمع العام الأخير داز مع نور الدين الحلوي، داز رئيس لجنة مؤقتة. الإخوان اللي صادقوا على التقرير المالي كيف ما قلت لك الجلسة اللي كانت سرية في الرباط أو تمارة كان فيها اتفاق، يعني غنتنازلوا بعضياتنا، غتشكروني وغنشكركم، غتشكروني وغنشكركم، باش الامور الراي العام القنيطري انه يشوف بان هاد الناس هادو راهم خدموا، بانهم كي لا يعقل ان رئيس كيشكر راسو تيقول لك بانني انا درت انجاز ودرت شنو درتي؟ دمرتي نادي، غرقتي، هبطتي الهوات، لا انت ولا الناس اللي كانوا معاك كيسيروا معاك. انا بعض الاخوان كنحترمهم، وراه يمكن نذكرهم الاسماء، كنحترمهم وكنشكرهم على المجهود ديالهم اللي كانوا كيقوموا به، على راسهم وائل حيلان، عادل شباضه، سليمان، وكنظن الاخ القاسمي، ولكن اخص هاد الثلاثي هذا وعلى راسهم وائل قاموا بمجهود بكل صراحه، ولكن على قد الاستطاعه ديالهم، لان نادي القنيطرة راه فريق كبير، راه ما يمكنش واحد ولا جوج هو اللي غادي يمكن يشتغل على قدر الامكانيه ديالو، خص واحد المجموعه اللي تشتغل تكون عندها كفاءه فكريه وماديه. باش نرجع نكمل السؤال ديالك، الجمع العام
اتفاق. دونك انتم غتصادقوا لي على التقرير المالي، غتقبلوا الاستقاله ديالي، غادي نتصوتوا على المكسب ديالكم، غنوافقوا عليه. لا لا يعقل، هادشي راه ماشي قانون. راه ما يمكنش هذاك الجمع عام انتخابي خصها تقدم فيه اللائحه في الفتره القانونيه ديال الرئيس اللي بغى يتقدم، لائحه ولا جوج، نعرفوا شكون يقدم لنا البرنامج ديالو. وما يمكنش ان نوافقوا على لائحه اللي هي ساهمت اصلا في السقوط ديال نادي الرياضي القطري، لان هذوك الاشخاص مع احترامي لهم فكلهم مسؤولين، كلهم مسؤولين عن مسيرو مع علي الرماش. وباش باش نكمل علاش كنحملهم المسؤوليه، لان ذكرت انا في الجمعه في التدخل ديالي النادي الرياضي القنيطري طاحت بسبب واحد هو العناد، شد ليا نقطع ليك، ما بين الرئيس وما بين الناس اللي كانوا معاه في المكتب، وما بين الناس اللي ماشي معاه في المكتب اللي كيسيروا من الخلف من الكواليس راهم معروفين، ماشي مشكل، راه كلشي شال القنيطري راه كيعرفهم، حتى المغربي راه كيعرفهم. فاش ديال نقطع ليك، فباش نتخلصوا من علي الرماش، لانه بكل صراحه فاش جا الطريقه اللي جا بها كيفاش هبط بالباراشوت قبلناها كمحبين، قبلناها فتح باب الانخراط ديالو النادي الرياضي القطري، فتح لينا باب الانخراط، قدمنا الطلب ديالنا، انخرطنا، مدينا يدنا ليه، دار معنا اجتماع يعني قبل المقابله ديال 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 خنيفره هنا في قنيطره، ودار معنا اجتماع وتعرفنا عن قرب، يعني عرفنا هو كرئيس البرنامج ديالو. بكل صراحه انا قنعني، لانه جاب واحد البرنامج بصراحه برنامج ممتاز اللي هو فيه غيخدم على المداخل الماليه للنادي القنيطري السنوات القادمه، باش ان النادي القنيطري ما يبقاش رهينه للمنح، سواء ديال الجامعه اللي هي باقا تقطع في النزاعات، او المجلس البلدي، او الجهه، ولا المجلس الاقليمي، يعني جميع المؤسسات المانحه. النادي القنيطري تكون عنده واحد المنحه قاره. وقنعنا بداك المشروع ديالو اللي هو الصويري، شنو غادي يدير فيه، الملاعب ديال لا شراكه مع الانديه الرياضيه في قنيطره، مع المدارس الحره، مع لا زون فرونش، يعني واحد المدخول يكون. وهنا كان من بعد ما داولنا بعضياتنا في ذاك اللقاء، كان قدم لنا المشروع ديالو، بالاخص العماره بعد ما تسلمها النادي الرياضي القنيطري، قال لنا على انه غادي يأتت العماره بواحد الماتريال ديال السبور، من بعد ما كانت الجامعه قبل كتعطي واحد المنحه، دابا الجامعه كان منعها كيف ما قال هو بانه منعتها، فقال لنا انا كيخصني 100 مليون باش نأتت هذه العماره باش تكون مدخول قرار النادي. انا شخصيا بعض الاخوان منهم الاستاذ الشهب فماليا وافق بانه يحط واحد 5 مليون، انا وافقت على اني غنحط 10 مليون. الرئيس قال لك انا معايا ثلاثه الناس، قلنا بالله ما يصير، ولكن بشرط هو ان من بعد الجمع العام، بعد ما تسالي الموسم الرياضي الجمع العام ديالك، تعطينا مكتب والبرنامج ديالك وما يكونوش فيه الناس اللي ساهموا في هذه السنوات الاخيره في تدمير نادي القنيطري. وانا شخصيا وعدني، قال لي بانه غادي يكون عندي ناس جداد، وفعلا وفى بالكلمه ديالو. قبل المقابله ديال وداد فاس تلاقيت معاه، سولته على الوضعيه القانون ديال المنخرطين الجداد، قال لي هكا بعظمه اللسان ديالو بان الاخوان اللي كاين في الكاك حاليا ما باغينكمش انتم المنخرطين الجداد، لانهم بالنسبه لهم معارضين، ولكن انا غندير المستحيل على انكم ان شاء الله تفاليدا وتحط الدوسي ديالكم في الجامعه. هنا طلبت منه على انه راه الا كان الطالب ديالنا على اننا كنطالبوا بناس جداد، راه كاين معك بعض الاشخاص اللي بصراحه يمكن لهم انهم يشتغلوا معك، يمكن لهم يكونوا في المكتب ديالك، لانه هو هنا عطاني لا ليست اللي غادي يدير معاه في المكتب، وعدني بانه غيكون معاه 10 الناس 8 برانيين خارج قنيطره، وقنيطره كاينه فيهم واحد الشخص اللي غادي يكون معاه، وبصراحه دائما تيعاون النادي القنيطري، وشخص نزيه اللي هو سي زمزامي، وشخص اخر حتى لدرجه انه اقترحني انني انا نكون معاه. قلت له انا لا، اسمح لي انا ما مستعدش حاليا نكون في المكتب ديال النادي القنيطري، ولكن مستعد انني نعاونك ماديا. والدليل راه نهار الماتش ديال المقابله ديال خنيفره، ملي اقترح التذاكر راه كنظن انا اول واحد اللي شرى اكبر عدد ديال التذاكر، ماشي كنفتخر ولكن الحب ديالي للنادي نعطي ومازال نعطي. هنا باش نرجع نكمل، اقترح عليه الاسماء اللي خصهم يكونوا معاه، منهم الاخوان اللي هو سليمان شباضا، قال لي لا هاد الناس كيشكلوا خطر على نادي القطري، ما يمكنش يكون معايا في المكتب ديالي. اشنو بان ليا؟ بان ليا على ان الكاك غتهبط الهوات. هنا بقيت ناقص الخطر
وعلمت الاخوان بان النادي القرطري خاطر يحل الهوات، لانه انا كنعاود كنتحمل المسؤوليه ديالي. الكاك طاحت باتفاق، ماشي باتفاق حبي، ولكن باتفاق بطريقه غير مباشره على ان خص الكاك طيح الهوات باش نتخلصوا من هذا الشخص اللي هو علي غماش. انا ما كنايدوش، ما كنقولش تو خطا، تو كانت عنده نيه مبيته، ولكن كانت عنده اراده على انه يعاود يحيي الكاك، ولكن الناس داروا لي زوبستاكل، يعني داروا العقاله كيفاش ان هذا السيد خصو يمشي من الكاك، لانه ولا كيشكل خطر حقيقي وكيهدد البقاء ديالهم في الكاك، كما تنقولوا غيقطع عليهم البزوله. فكان الحل هو ان الكاك طيح الهوات باش هذا السيد يمشي بحاله. دونك هاد الناس مادام ساهموا في سقوط النادي فخص كلشي يمشي بحاله. عطيتيني ثلاثه اسئله غادي نجاوب واحد بواحد. قلتي على ان الرئيس دار لي عليه كيف ما قال في الجمله العامه. انا في بلاصتو كنستحي، انا في بلاصتو كنستحي، لانه كون دار لي عليه كان على الاقل من اللي بغي يسحب كيف ما راج هذيك المبالغ الماليه اللي ربما 150 مليون، وكان اتفاق ما بينه وبين امين المال، كان على الاقل تسحب شي طريقه سريه اللي ما توصلش للجمهور، ما توصلش للعابه، باش ما تخرجهمش من التركيز ديالهم. كيف يعقل ان النادي الرياضي القنيطري اللعابه تقريبا كاملين ما مخلصينش المستخدمين، ما مخلصينش جاي المناسبه الدينيه اللي هو العيد، حتى واحد ما مخلص وانت كتسحب دوك المبالغ، داك المبلغ المالي. العلم لله انا ما مسؤولش على انه ديالو ولا ماشي ديالو. كيفاش دار لي عليه؟ كيفاش دار لي عليه؟ وانا شخصيا قبل المقابله ديال الاتحاد البيضاوي، ديك المقابله في ذاك النهار المشؤوم، لانه واخا هو يوم الجمعه، ما كانش كتبان لي كاين شي حاجه اللي كتبين على ان الكاك راه غتبقى في دوزيام ديفيزيون. كانت جميع الاشارات كتبان على ان الكاك غتبقى الهوات، لانه هو تخلى، اللعابه ما مركزينش، اللعابه مدمرين، ما كاينش التحفيزات الماليه. كيف يعقل ان السيد دار لي عليه؟ ما دار لي عليه والو. انا في بلاصتو كنقول له كنخجل في بلاصتك، رجاء كنتمنى ان الاسم ديالو يتمحى من التاريخ ديال النادي الرياضي القنيطري، لانه غيبقى وصمه عار عليه في اسقاط النادي الرياضي القنيطري الهوات وتدمير الكاك. لانه من بعد ما وهمنا بانه احياء النادي بدوك الخرجات الاعلاميه ديالو اللي كيف دار، كيف ما قال له السي محمد شيبو ولا الجعواني منير، كنحييهم هذا المنبر، بلا 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 بلا، كبرها منا. شوف حتى المستشهدين اللي جاو انا كنعرفهم شخصيا، ما عندهم حتى علاقه، لانهم تعطاو لي غير باش يبان ديك الهاله الاعلاميه. شوف انا كنقول له في بلاصتو كنخجل في بلاصتك. السؤال الثاني سي عمر، اذا ذكرتيني من غير من قبل الحكيم كنتي الاخوان واش راضي على اللائحه؟ وي اللائحه اللي كاين انا غنذكرهم اسم باسم، ما عنديش مشكل. الرئيس حاليا اللي هو السي وشواش ما عنديش فيه معرفه. الاخيره من بعد انتهاء المقابله سقط النادي القطري الهوات تلاقيت معاه وشفت فيه ديك الغيره وديك الحسره، ديك الالم ديال سقوط النادي ديال القنطري، كان كيتالم. وشخصيا انا سولني قال لي هشام واش هذا الرئيس باقي غتيق فيه؟ ولكن راه ما يمكنش غير تكون عندك الحب والغيره النادي انك تقدر تسير النادي. الكاك فريق كبير وطاح الهوات صعيب. سي وشواش، سي وائل، سي سليمان، عادل الشباطه، هاد الاشخاص اكون لهم احترام، ولكن القدره الماليه والتسييريه التجربه ديالهم باش يسيروا الكاك صعيب. انا شخصيا ماشي ما كنتيقش فيهم هما كاشخاص، ما كنتيقش فيهم كمكتب يسيروا الكاك بكل صراحه، وبالاخص امين المال اللي كاين دابا حاليا. لا يعقل، كيف يعقل ان امين المال كيخرج امين المال ديال الرئيس السابق في الجمع العام تيقول له انا مسلفك 2000 درهم؟ راه ما يمكنش نامنوا هذا على النادي الرياضي القطري. اش نقول معك صريح، بعض الاشخاص خطيرين على الكاك، خطيرين، كيشكلوا خطأ، حبهم النادي ما ينزعهم حتى واحد. انا ما قدرتش نعاونهم بكل صراحه، نعاون هاد الناس، ولكن تحرب. انا ربما كنقول لهم كنتاسف عليكم، علاش؟ لانهم غيتحربوا، غنضيعوا فيهم الكاك، غتضيع فيهم المدينه، غتضيع فيهم، لانهم كون صبروا وجابوا معاهم ناس اللي غادي يكادريوهم، الناس اللي غادي يعاونوا، ماشي ضروري يكون حكيم دوم، كاين بزاف اشخاص، وعاد نرجع لك السؤال ديال حكيم دوم، كاين بزاف اشخاص اللي يعاونوهم، ولكن ما يمكنش، لان كلشي كيعرف شنو كيجري في الكاك. كاين واحد الفئه رجعات الله زيداتهم هما غادي نحرقوهم، انا كنقول لهم غادي نحرقوكم وغيغرقوكم، لان الكاك غتحسب عليكم. وانا شوف انا ماشي ما باغيش نكون متشائم
ولكن راه ما يمكنش نتيق لان تقنا في الناس اللي كانوا في الكاف في بريمير ديفيزيون طيحوا على الدوزيام ديفيزيون، درنا حسن نيه مع الناس ديفيزيون ديفيزيون طيحوا على الهواد، فين غنزيدوا حنا بحسن نيه؟ انا كنعرف هاد الناس هادو عندهم ايادي بيضاء، ناس مزهاء، ولكن راه ما يقدوش على الكاف. الكاف كبيره وبالاخص الهواد، الهواد عالم اخر، عالم اخر. شوف غير الانديه اللي كاين في الهواد، راه اولهم رشاد البرنوصي حاليا شنو جابت، كيفاش كتستعد، راه بزاف الانديه، النادي المكناسي، هلال الناظور، تمارا، راه بزاف الانديه، بزاف بزاف، راه ما يمكنش بهذا المكسب غادا نقارعو ونرجعو، والكاف خصها ضروري ترجع من عامها. رجع معك السي الكلام طويل، ولكن رجع معك السي عمر ل ل ل ل ل الحكيم دومو. حكيم دومو انا شخصيا كنحترمو وغيبقى فوق راسي وعيني كرئيس سابق النادي الرياضي القنيطري، وانا من هذا المنبر غادي نرفع التحدي، غادي نرفع التحدي مع بعض الاشخاص والجماهير ديال النادي الرياضي القنيطري اللي كيقولوا على ان حكيم دومو دار النادي الرياضي القنيطري 230 مليون ماشي ديالو. اذا كانت هذيك 230 مليون حنا مستعدين انا نديرو افتحاص الماليه من عهد حكيم دومو، ولكن حتى مشكل حتى السي عمر راك تامين المال معاه. اذا كان تبتات بان 230 مليون اللي دا حكيم دومو ماشي ديالو، انا مستعد ردها في بلاصتو، ماشي غير ردها هو، ردها انا كرد الاعتبار لهذا الشخص، لان هذا الشخص جا حيا الكاك، حيا الكاك ورجعها بريمير ديفيزيون بمجهود صحي ومالي، ومعاه ناس اللي عاونوه حتى اول ما السي عمر، بزاف الناس اللي عندك الاسماء ديالهم، رجعوا الكاك بريمير ديفيزيون. شفنا معاه الكاك كتلعب 99% بابناء النادي، الفئه العمريه حديت ولا حرج، ربما سابقه في تاريخ المغرب، الفئه العمريه اللي كانت تلعب مع حكيم دومو ما كانت حتى شي نادي في المغرب. رجعت الكاك كتلعب الكره اللي معروفه عليها دقه دقه. رجعنا كنقارعوا الانديه، ولكن المطلب ديال الجمهور شنو كان؟ هو ان الكاك خصها تلعب على المسابقات الخارجيه او البطوله، باش مش عندها امكانيات ماديه؟ ما عندهاش. دونك الحل هو بيبينيير، هو تكوين اللاعبين. فترة الحكيم دومو راه الكاك باعت الجمهور اللي باعت، اللاعبين اللي باعت يعد ولا يحصوا باثمنه مناسبه، يعني اثمنه تبارك الله راه ما عمرها كانت. كريم الدافي كمثال، كريم الدافي كنظن شخصي سويسرا، بزاف المهم لا داعي لنا ما بقيتش كنتذكر، ولكن بزاف اللعابه اللي تباعوا دخلت المبالغ ديالهم الخزينه ديال النادي القطر. كنظن كريم الدافي كان تقريبا واحد 500 مليون المريخ السوداني، خلى الاعاره ديال اتحاد جده وهلم ما جرى. حكيم دومو انا علاش كنتعاطف معاه كيف ما كيتعاطف مع الشارع الرياضي القنيطري والمغربي، هو ان القاعده اللي كنعرفوا حنا في جميع الانديه كيكون الرئيس الى فشل كيتم الاقاله ديالو من طرف المنخرطين. حكيم دومو ما حيدوش المنخرطين، حكيم دومو حيدوه الانقلاب، دار له انقلاب سياسي ورياضي، وتكونت لجنه تصحيحيه اللي كنسميوها حنا لجنه تخريبيه، وكان معروف شكون اللي كان تيسير لجنه تصحيحيه، وللاسف حتى الجماهير توطأت في هذا الامر. هذا حكيم دومو مشى فحالو، اذا خص البادي يكون اكبر. كيف يعقل حنا كنلعبو الدومي فينال مع المغرب الفاسي وحكيم دومو كيتسب، منير الجعواني كيتسب، مسيرين كيتسبو، كاين اللي تهجموا عليه حتى في الديور ديالو مع وليداته، حنا لعبنا الدومي فينال مع المغرب الفاسي وكلشي كيسب. اذا هنا واش هذا كله مطلب باش ان حكيم دومو، حكيم دومو مشى فحالو ماشي مشكل، مشى فحالو. شنو جمع حكيم دومو؟ راه نفس الاشخاص اللي ازاحوا حكيم دومو جابوا شيبار، والله يطلق سراحه، النتيجه ديالو راه في الحبس. جابوا يوسف شيبو فطر اللعبه ديالو مشى فحالو. انا شخصيا كنت من الناس اللي اعتصمت على وصل الاذاع ليوسف شيبو قدام البلديه، وفطرنا قدام البلديه لاول مره في حياتي، واعتصمت علاش؟ لانني كنت مع باغي يوسف شيبو يكون، ولكن يوسف شيبو من فطر اللعبه هز لافاريز ديالو ومشى يخدم على راسو في قطر. من بعد كيجيبو انس البوعلاني، هذا الشخص اللي كان كله كل احترام
لان الفتره ديالو كان فتره ممتازه، رغم انه كان سوى عنده عراقيل. والكارثه والطامه الكبرى هو انه تنصب له فخ وكان يمشي للحبس وكان يخرجوا على الكاريير ديالو، وكان اعتذروا له مسكين لانه دوز واحد الفتره شويه حرجه، ولكن داك السيد كنحترمه خلى له فائض مالي ومشى فحال وقدم الاستقاله ديالو. نفس الاشخاص كيجيبوا محمد الحلوي، هنا بدايه انهيار نادي القنيطري، هنا بدايه النزاعات واغراق النادي الرياضي القنيطري في المديونيه، هي الفتره ديال محمد الحلوي. محمد الحلوي دار لي عليه فشل مشى فحالو، جابوا عبد الوهاب الزعاف، جابوا نفس الاشخاص وعينوا عبد الوهاب الزعاف، سلموا له الكاك، بدات اعطيني نعطاك ضربني نضربك، هبطات الكاك دوزيام ديفيزيون. دار انقلاب لعبد الوهاب الزعاف، جابوا رئيس اللي كان رئيس غير شرعي بحكم قضائي اللي هو بلعيد كروم. انا شخصيا كنت كندعم بلعيد كروم بطريقه غير مباشره، كان موتيفي اللعابه طارق تيولا داعي باش يمشي للاعلام ونقول لهم كتبوا عليا والصفحات كتبوا عليا، لا داعي. ولكن علاش كنت كندعم؟ ما كندعمش بلعيد كروم كرئيس، ولكن كندعم النادي الرياضي القنيطري. علاش؟ لان الكاك كل ما طولت في قسم المظالم كل ما غتغرق كل ما غتنسى، ولكن الا رجعنا للبريمير ديفيزيون بمشاكلها بروينتها كتبقى اعلاميا كيبقى كلشي في جنبها. هذا هو المجهود اللي كنا كنديروا، ولكن للاسف هنا نفس الاشخاص نفس المنخرطين غيجيبوا نور الدين الحلوي. كيف يعقل ان ذاك الجمع العام اللي داز فيه نور الدين الحلوي بديك الطريقه تدخل الجماهير هنا بانت على ان الكاك صغرت من بعد نور الدين الحلوي فشل وكيسلمها لعلي الرماش باش يكمل المهمه اللي هي اكبار النادي الرياضي القنيطري. اذا الكاك هبطات الهوات، ما نبقاوش نعيشوا على الاطلال، اللي عطى الله هو هذا، الكاك هبطات الهوات. ولكن هاد الناس فين كنا كنتظروا منهم؟ كنتظروا منهم على انهم غيجلسوا الارض وغيراجعوا الاوراق ديالهم وغيعرفوا راسهم فين فشلوا وفين نجحوا. الفشل هو اللي كان. اذا الحل المطلب ديال الجماهير ديال القنيطره هو عوده حكيم دومو، اولا عضو جامعي رئيس العصبه. القاعده اش كتقول؟ الا ما عندكش اللي يدافع عليك في المؤسسات راه غتاكل العصا. وهذا الشيء اللي عشناه هذا العام، هذا الشيء اللي عشناه. اذا الجماهير كلها كطالب بعوده حكيم دومو. حكيم دومو ولا بغينا يرجعوه حنا اللي طلبنا انه يرجع، ولكن كيفاش بغينا نرجعوا ديال حكيم دومو؟ بغينا حكيم دومو يرجع في واحد الاجواء مستقره، اجواء مريحه، ان نجلسوا كاملين مسيرين سابقين، رؤساء سابقين، جماهير، الفصيل ديال الالتحاح لالابوز اللي كنفتخروا به، ولكن للاسف ما بقاش كيأدي الدور ديالو. ونجلسوا كاملين ونعتذروا اللي فشل، حنا هادي غير رياضه، راه ماشي سياسه، غير رياضه، ولكن للاسف بغينا كنعيشوا السياسه في الرياضه. هذا هو سبب خراب النادي الرياضي القنيطري. بغينا نجلسوا كاملين، بزاف الناس اللي انا مع العوده ديالهم، الرجوع للنادي القنيطري، طارق بنقط، الشيب المحامي، مولاي ادريس بن الساسي، الاخوان الشوباني، اسماء كثيره سي عمر، راه اسماء انت اولهم، اسماء كثيره دازت في النادي القنيطري وخلات البصمه ديالهم. راه حتى السي محمد اسمح لي السي المديوني اللي بزاف الاصابع كتشير ليه بالشر، ولكن على الاقل ذاك الشخص راه كيعطي فلوس للكاك، راه عطى فلوس المال ديالو من رزقه ورزقه اللي تعطاه للكاك، ولكن هاد الناس شنو عطاو؟ حتى حاجه. اذا باش نرجع للسؤال ديالك الثالث سي عمر، قلت هاد الاخوان مشاو جلسوا مع حكيم دومو فعلا. هذوك الاخوان اللي جلسوا مع حكيم دومو، اولا ملي بغيتو تجلسوا مع حكيم دومو خصكم تشوفوا بعدا ناس نزهاء، الناس المقبولين في المدينه اللي وجههم اللي اياديهم بيضاء، وجلسوا مع حكيم دومو اول حاجه تقدموا له الاعتذار لانه تحقر في قنيطره وتمرمد بهذا المعنى، قدموا له اعتذار بعدا. حتى لو بغينا نقترحوا عليه يكون مستشار قدموا له اعتذار ونديروا له تكريم، ماشي غير هو، لا بزاف الاخوان اللي كلاو العصا في قنيطره في طريق الكار، قدموا له اعتذار على الاقل. حتى طلبنا منه انه يكون مستشار نكونوا بعد هذه قله الحياه. واحد منخرط، انا كنقول لك منخرط ما والطامه الكبرى انه امين المال دابا في هذا المكتب، ويمشي على حكيم دومو بالقيمه ديالو عضو جامعي رئيس عصبه وتقول له ادخل معنا مستشار، حشومه عيب وعار.
إن لم تستحي فافعل ما شئت. حاكم دومو حنا طلبنا باش أنه يرجع، ولكن أنا شخصيا هضرت معاه قال لي أنا ممكنش نرجع لكاك في هاد الظروف في هاد المشاكل وفي هاد التيريفيا تيري فيك ضربني ضربك. أنا مع حاكم دومو باغي يرجع لكاك، ولكن بشرط أن كل شيء يجلس الأرض ونديرو ميثاق شهر ما تيري فيا ما تيري فيك. هذيك المديونيه نعرفوا كيفاش اننا نهبطوها نتعاونوا عليها، اما نرفعوا من خيره واما نديروا كوتيزاسيون بيناتنا كناس رجال المال والاعمال في قنيطره ونتعاونوا ونهبطوها، ولكن بشرط نديروا اللمه نديروا يد في يد ونرجعوا الكاك. هذا هو الشرط ديال الحاكم دومو. ملي لقى بان نفس الاشخاص هما اللي كيعينوا في الرؤساء هما اللي كيطلعوا وكاين معاه بعض الاشخاص اللي جلسوا معاه خوانه، فما يمكنش يرجع في هذه الاجواء هذه. ورحنا شفنا الجميع بالطريقه اللي داز، حنا غنديروا المجهود ديالنا لان ما يمكنش نسكتوا، سكتنا ما يكفي، سكتنا ما يكفي، ما يمكنش نسكتوا. كاين الاخوان اللي حطوا الطعن ديالهم على راسهم يونس زكريا، وكاين الاخوان اللي انا اولهم تقريبا واحد خمسه الاخوان اليوم في هذا اليوم هذا اللي هو يوم الثلاثاء الطعون ديالنا موجوده، كنتسنى ان شاء الله غير الاخوان يتلاقاو باش يوقعوا وغنمشيو نحطوها وغنديروا المجهود. وعندنا طرق اخرى، عندنا طرق اخرى اللي غادي نطعنوا بها، بغيت نخليها ان شاء الله حتى تكون رسميه، لان غنديروا المجهود ان ما يمكنش تسمحوا في الكاك ما يكفي. شكرا سي هشام على الدعوه ديالك، بارك الله فيك. شكرا سي عمر، وكنتمنى يا ربي هاد الناس الله يهديهم، الله يهديهم ككلمه اخيره، الله يهديهم. هادي غير رياضه، نجلسوا اطابل كاملين ونتعاونوا كاملين باش نرجعوا الكاك هو للقسم الثاني ومن بعد القسم الاول هو المكان الحقيقي ديالهم. ولكن هاد الناس الله يهديهم، انا ما كنتمناوش باش يفشلوا، ولكن ملي غادي يفشلوا راه الكاك اللي فشلات، حيت لا نجحوا راه الكاك اللي نجحات، ولكن الا فشلوا راه الكاك اللي فشلات. وانا كنقول بان هاد الناس هادو غيفشلوا، ولكن الكاك اللي غتكون ضحيه الله يهديهم يرجعوا لطريق الصواب، وحنا معاهم يرجعوا لطريق الصواب باش نديروا اللم الشمل في قنيطره حبا في ذاك النادي. باغيين يقبروا بهذا المعنى، باغيين يقبروا الكاك. شنو السبب؟ هذا هو السر. ما بغيتش نكون انا، نتمنى نكون انا الضم ديالي يكون ماشي في محله، لان انا كنشوف على ان الكاك مستهدفه من طرف من العلم لله. نخليهم ايام الى تكشف.